طلبت ماما من حمودة أن ينظف غرفته ويرتب ما فيها من أشياء، وبينما كان حمودة يخرج الأشياء من صندوق قديم وجد قمقما صغيرا. صار حمودة ينظف القمقم وينفض عنه الغبار، وفجأة اهتز القمقم في يد حمودة. خاف حمودة فرمى القمقم وهرب إلى الناحية الأخرى، وبسرعة كبيرة خرج من القمقم مارد صغير وتوجه نحو حمودة. قال المارد: لا تخف، أنا مارد القمقم، أشكرك لأنك أنقذتني من الحبس، ولذلك سألبي لك كل أوامرك. قال له حمودة: حسنا، إني آمرك أن تنظف الغرفة وسأنتظرك في غرفتي. حاول المارد الصغير أن يحمل الأشياء إلى الصندوق، ولكنها كانت ثقيلة جدا، فتركها ونزل إلى غرفة حمودة. قال حمودة للمارد: آمرك الآن أن تحل لي مسائل الرياضيات. ولكن المارد الصغير لا يعرف الرياضيات، مع أنه حاول أن يحل المسائل كلها. وعندما ذهب حمودة إلى المدرسة، أمر المارد الصغير أن يحمل الحقيبة. وفي الحصة الأولى شاهد معلم الرياضيات دفتر حمودة، وكانت كل الإجابات خاطئة. غضب المعلم ووضع لحمودة صفرا، فخجل حمودة من نفسه كثيرا. ولما عاد حمودة إلى البيت، كانت ماما غاضبة منه لأنه لم ينظف الغرفة، وقالت له: سأحرمك من المصروف أسبوعا كاملا. ولما سمع حمودة كلام أمه حزن وبكى كثيرا. كان حمودة قد نام بينما كان يرتب الأشياء في الغرفة، ثم صحى من نومه بعد ذلك. قال حمودة: الحمد لله، لقد كان حلما تعلمت منه درسا لن أنساه، وهو أن أعتمد على نفسي في قضاء حاجاتي ولن أعتمد على الآخرين.